تنفذها يا فندم، تنفذها. بتنفذ حضرتك؟ بتنفذ. طبعا. طيب بتبتدي امتى وبتنتهي امتى؟ ما هي الناس برضو مش عارفه يعني. احنا لا بالفعل احنا بدانا نستعمل وسائل الاعلام المقروءه اللي هي الجرائد الرسميه، انه احنا اعلنا عن فتح باب التقدم الى حج السياحي بدا من 1 رجب، وسيتم الانتهاء منه يوم 12، يعني الناس اللي عايزه تتقدم، وسيتم اجراء القرعه يوم 15 شعبان ان شاء الله. وهتعلن؟ وتعلن يوم 16 شعبان. 16 شعبان على طول الكترونيا. اسوة بالداخلية والتضامن، وزارة الداخلية والتضامن، وهي انهت كافة الاجراءات بالنسبة لها، واحنا بنعتبر اخر اجراء بيتم. طيب في ضوابط جديدة محطوطة للحج هذا العام؟ والله يا فندم هناك تعديلات بسيطة، انا بس هدي لحضرتك بريفنج سريع. هو عددنا 36,000 اللي بينظموا من خلال قطاع السياحة. 36,000 شركة. 36,000 مواطن هيستعدوا فريضة الحج من خلال قطاع السياحة. اوكي. سياحة. سياحة. 12,000 حج بري، وهو أقل سعر على مستوى الجمهورية، بيبدأ سعره من حوالي 49 أو 50,000 ويتدرج إلى 58,000. الحج الاقتصادي أو الطيران الاقتصادي 12,000 تأشيرة أو 12,000 فرصة حج، بيبدأ سعره من 52 أو 53 إلى 59,000 بخلاف سعر التذكرة. الحج الأربع نجوم والخمس نجوم، أربع نجوم في حدود 4,000 فرصة، والخمس نجوم 8,000 فرصة. بكام بقى؟ الاربع نجوم بيبدا حضرتك من 82,000 مضاف الى سعر التذكره، لسه سعر التذكره لم تحدد، والخمس نجوم بيبدا من 98,000 مضاف الى سعر التذكره. اسعار غليت قوي يا فندم. لا ما غليش، هنستنفذ بكتير. بكتير يعني ما غليتش بكتير. لا هقول لحضرتك سبب الغلاء. فرض الضريبه في داخل المملكه العربيه السعوديه اللي هي القيمه المضافه ورسم البلديه، ده في حدود 10% الزيادة اللي بتنفق داخل المملكة العربية السعودية، مع زيادة أسعار الخدمات المؤداة والضرائب المؤداة على الشركات المصرية، احنا لم نضيف على قيمة الخدمة أو بيع السلعة شيء، لكن اللي أضيف قيمة الضرائب سواء في المملكة العربية السعودية من قيمة مضافة وقيمة مضافة داخل جمهورية مصر العربية، فالنسبة تتراوح من 12 ل 15%. طب هل تتوقع ان هيكون في اقبال مع الاسعار دي على موسم الحج؟ انا اتخيل ان هو هيبقى اقل. طبعا اقل. اقل شوية. طبعا. يعني هينخفض في حدود 25%. بس هنستغل بقى برنامج حضرتك او انه بنهيب بالمواطنين انهم بيلحقوا بسرعة دلوقتي يتقدموا لشركاتهم. بالنسبة في مقدم جدية حجز ما يدفعش غيرها 10,000 جنيه بالنسبة للحج البري أو الاقتصادي، دول هيوردوا في صندوق الحج أو القرعة الإلكترونية للحج السياحي لجدية الحجز. الأربع نجوم بيسدد 15,000، الخمس نجوم بيسدد 20,000، وهو ما يمثل حوالي 20% من قيمة البرنامج اللي هي جدية الحجز. الفلوس دي بتودع في حساب خاص في البنك الأهلي لحين إجراء القرعة، من ينجح فلوسه بترجع للشركة وبيكمل الاشتراك بتاعه داخل شركة السياحة، اللي لم يوفق في القرعة بيتم رد الفلوس دي بشيك غير قابل للتظهير باسم المواطن، خوفا على مستحقاته، أو لو قلنا مثلا هناك بعض التجاوزات بتتم أو تأخير في الفلوس، فده يضمن المواطن إن هو فلوسه هترجع له باسمه، يقدر يحط شيك أو يصرفه في حسابه أو يصرفه.